وشن ترى اليوم عطلة ولا تطلعي شغلات زايدة حبيبي؟ يعني أنا من يساعدني غيرك؟ قابل أمي؟ لا تجيبين طار أمك، رحت يوم يمها قالت جانك عيدي. هوبي لا تحكي على أمي، ما أسمح لك. زين نشاي أمي سمعتنا؟ لا شو بسرعة يا معود، ما معقولة. يا عرفها. مساء لك حوان. هلا بالبطران. بصراحة أنا أبو سمير. يا بعرفك وأعرف طبعك. هلا بهوبي، هوبي ساهر. تفضل، ايش رايد؟ امر خدمه. بصراحه المولده ماتي عاطله. ايه؟ واريد بس الالنكي. يعني تريد بس الالنكي؟ بس الالنكي. دبقى مكانك وانا راح اجيب لك بس الالنكي. زين؟ شو علينا؟ شو علينا الانك وبطيخ وما ادري شنو يوميه سالفه؟ مرحبا وسام. ايه؟ الحمد لله. صراحه انا احبيش الجيران. بس الالنكي، هذا الالنكي. ها شنو الدخان؟ اقول لك يمكن بيت البنزين مخنوق. ابو سمير، ها شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هوبي؟ هذا منو؟ هذا المصلح. وش عنده ببيتي؟ وهذا منو؟ هذا ابو الالنكي. انت ايش عنده؟ شنو هذا؟ انا مو قلت لك عيد الالنكي، بس الالنكي يصلح بالمولده. اي هو تصلح ببيتي؟ ادري الالنكي اللي ما ناخذه لابويا غير نصلح به، بس خنقه 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 بس خنقه. يا ابو راح اخنقه. طفي لك زوليه بس شويه بيها، بس طر واطلعها. راح اطردك برا. مو فيها بس بس شويه. يا ابو الفستان مفطوره، راد شغل شويه، خل اخلصها. ايش قد تحتاج وقت؟ يعني في الاربع ساعات. لك شنو اربع ساعات؟ لك بيت ارتحت؟ معقول انت استاذ؟ على كيفك انت وخذ راحتك، هذا مثل بيت اهلي. اي قوم اطلع برا. قوم يا بدي خلني اشتغل. الله يخليك خلني اشتغل. خلي تصير مضبوطه، خلي تصير مضبوطه. يا مو فيها طر، مو فيها طر. اطلع برا، اطلع برا. ترى راح ازعل، ازعل. اطلع. هو الانكي قلت لك الانكي. اطلع برا. الانكي صدق راح ازعل، صدق راح ازعل. قوم انت دقيقه. طفي من الطبيعه هسه. بس دقيقه خلي فاهمك هسه. لا شيله، تعال شيله. الله اكبر على هذا الشيء. ثاني لا شيله يعني هسه، ما معقوله لك شلون تطفى.